انت يا راجل، انت اول ما شفتني قفلت التليفون وحطيته في جيبك على طول ليه؟ عادي عادي. لا اكيد في حاجه، وريني التليفون ده لما اشوف بتعمل ايه من ورايا. انت والله انا بعمل حاجه عادي، لما لقيتك جايه قلت اقفله خلاص عشان اقعد معاكي. لا والله، وده من امتى ان شاء الله؟ انت اكيد بتخوني ونهارك اسود النهارده. اخونك اخونك ايه؟ ولا انت اتجنيتي؟ ايوه، ما هو اللي انت عملته ده مش طبيعي، اكيد بتخوني عشان كده اول ما شفتني قفلته وحطيته في جيبك. وريهوني. قول لك ايه، تيشر بعيد عني دلوقتي بلا هاته. وكمان مش عايز تدهوني؟ يبقى في حاجه، يبقى في ان ده انت نهارك معايا اسود النهارده. يا ستي والله ما فيهوش حاجه، بس دي حاجه شخصيه يعني ما ينفعش تشوفيها. افرض انا بكلم صاحبي بقول له اي حاجه، تتدخلي ليه انت ولا تشوفي الحاجات دي ليه؟ لا والله. واحد صاحبك على مين يا بابا؟ هاتي حموكش التليفون ده اهو، وخلينا نخلص في ليلتك السودا دي. انا مش هديك التليفون. هو انا باخد تليفونك وافتش فيه؟ لا والله. انت كمان عايز تاخد تليفوني وتفتش فيه ليه ان شاء الله؟ هو انا وشي شبه ست؟ زي ما انت مش عايزه حد يمسك تليفونك، انا كمان مش عايز حد يمسك تليفوني، انا حر. اقول لك ايه يا حبيبي، نادرا لما تلاقي واحده ست خاينه، لكن نادرا بقى لما تلاقي واحد راجل مش خاين. وهات تليفونك وخلي الليله دي تعدي على خير. تعدي على خير، تعدي على شر، اللي عندك اعمليه بقى كده. انت نويتها يعني؟ اه. شوفي بقى اعلى بسخنك اركبيه واقرب حيطه اخبطي دماغك فيها. انت مش قد يا حماكشه. لا يا شيخه هتخوفيني. لاخر مره بقول لك هات التليفون وخلي الليله دي تعدي على خير. لا ماشي يا حماكشه. يا لهوي، الحقوني، حماكشه بيموتني، الحقوني يا ناس، الحقوني يا ناس، عورني، فتح لي دماغي. يا لهوي، حد ينده لي اخويا من على القهوه. هو ده التليفون اللي انت عايزاه ولا عايزه تاني؟ الاثنين يا حماكشه. خلاص خدي ده والتاني جوه على الشاحن، فتشي براحتك يا حبيبتي. في ايه يا تنكا يا اختي؟ مالك بتعيطي ليه؟ اخويا حبيبي. اقول له بقى انت عملت ايه؟ هو انا عملت حاجه يا وليه؟ وبعدين ما انا اديتك الموبايل خلاص، والتاني كمان على الشاحن خديه. لا يا حبيبي مش بالسهل كده، هات 1000 جنيه كمان. ايه 1000 جنيه كمان؟ امال ايه؟ يعني اتعور كده ببلاش؟ مش شايفني اتشلفطت ازاي؟ واخويا مش هيسكت. حاضر حاضر هديلك. طب يلا هات دلوقتي. خدي خدي. ميرسي. في ايه؟ ايه اللي حصل؟ وايه اللي شلفاطك كده؟ مفيش حاجه مفيش، ده هي وقعت بس. تعالى اتفضل. وقعت ايه؟ ما وقعتش ولا حاجه، ده هو اللي ضربني وخرشمني. ها؟ يا حماكشه، انت بتضرب اختي ليه يا حماكشه؟ انا مديك اختي عشان تبهدلها؟ انت فاكر انت واخدها من الشارع؟ يا ريت بس ضربني بس يا اخويا، ده شتمني وبهدلني بالام والاب. يا نهار اسود على الكذب. يا ولية انا اديتلك التليفون واديتلك 1000 جنيه، عايزه ايه تاني؟ وانا اللي في وشي ده بالسهل؟ مش انت السبب؟ لو كنت جبت الموبايل من الاول يعني كان هيحصل ايه؟ انت فاكر ان اختي ما وراهاش رجاله ولا ايه؟